وإني للذي فقهت أناس وإني للذي فقهت أناس ورق فكان أوسعهم جنابا إذا ما العقل أعياه سؤال عرفت بهاتف القلب الجواب أنام على أنين من ندوبي منام من افتدى طه انتدابا منام أبي الحسين قرير عين ومن قوسين كان الموت قابا عشية للدماء ضمئت قريش ففجر من دم الهادي سرابا تخاتله المنون ويتقيها بنفس تشرب لها طلابا سكينة جنبه بفراش طاها سكينة صارم للغمد آبا فتى فيه الإله رمى بطعم وحسبك طعمة كانت عقابا يشق بنومه طاها الفيافي كما شقت عصا موسى العبابا فتى فيه الإله رمى بطعم وحسبك طعمة كانت عقابا يشق بنومه طه الفيافي كما شقت عصا موسى العبابا وما من قبله آذان قوما سمعنا بنائم يحدو ركابا منام فاق عند الله ليلا قيام الناس كلهم ثوابا أغار على الزمان به يتيم تبنى الخلق هديا وارتبابا فعاد حصاره في الشعب فتحا وأضحى غار هجرته رحابا فتى مات الأنام وشاخ دهر ومن فكت مآثره شبابا يرددها المحب إذا تغنى ويحييها الحسود إذا أعابا وهل في بردة الأرض احتجاب لمن كان الزمان له إهابا فكم من وقفة لي قد تلاحى بها الخصمان دمعي والصحابة تخال على ثراه بها عظامي معاقل خيبر إذ هالزبابا أمد من الضلوع له ذراعا وأضرب رمش أجفاني طنابا بواد للقلوب به عيون يخيط بهديها العمي الثيابا حوى علم الكتاب وكان غفلا فبات لحوزة العلم القبابا وضم الجود ماحله فأضحت صباه لكل مجدبة ربابا ثرا أحيت دوارسه بياني كما أحيت معالمه اليبابا كأن نسيمه وهموم صدري نهار ضوءه خنق الضبابا يحط به الرحال على ذمار إذا ما الطرف سار إليه كابا لأروع أفزع الأيام حدبا وبالصمصام أثخنها طبابا تقبض من مهابته البرايا تقبض صفحة الورق التهابا وعن إدراكه تقف المعاني وقوف الصب لم يسطع ذهابا أغر ذكره ورد ودأب لمن كان الجميل لديه دابا من القوم الأولى حرف المعالي تجارتهم فما برح اكتسابا فناء بيوتهم يقري اليتامى وسوح وغاهم تقري الذئابا إذا استلوا صوارمهم لحرب تحسست الأكف بها الرقابا وإن أعشى العقول جليل خطب أقالوا خبط عثرتها خطابا أنام ما لقادرهم عتو ولا مخذولهم في السعي خابا تراهم رغم زهدهم ملوكا ورغم تواضع منهم هضابا على الآلاء صائحهم ينادي وبالملهوف سامعهم أهابا ودون كهولهم في الجد مرد
كقطر يشرح الصدر انسكابا. أنام حاول الأمجاد قوم فأعيوهم وأعيوها اعتقابا. نماهم كل مفدي بذبح وكل أب له شكر المصابا. ومن هشم الثريد قرى سنين بها لم تطعم النار احتطابا. ومن أدلى بزمزم بعد غور فأجرى السحب من يده قرابا. وشيخ منهم في الناس أضحى على البطحاء للحرم النقابا. وفي العقبى لهم أسد بعدن وطيار مع الأطيار جابا. وهم في الله من نصروا ببدر وعام الفيل من لهم استجابا. أنام لو وزنت الناس طرا بهم في الفخر ما عدلوا ذبابا. أنام لو وزنت الناس طرا بهم في الفخر ما عدلوا ذبابا. أقام الوحي بينهم عزيزا تلوك عداه أكبادا صلابا. أعمهم الثناء وبعد ضاها أخص الأنزع البطل المهابا. أخص مكرم الوجه المرجى إذا ما الصبر يوم الروع شابا. وذا النبل الذي لأمت خصوم ولم تقطع لمنته ارتقابا. ومن حكم الدنا ما جار لولا شكاية وصلها منه اجتنابا. ففي طمريه أخلقها كفافا وعن قرصيه أرهقها خلابا. وحسبك حاكما دون الأعادي بمخلب عدله صرع انتشابا. إمام ذاب في الإيمان حتى غدا لزكاة أهليه النصابا. رسول الله نشأه اصطفاء وبيت الله قمطه انتجابا. وأبناء له لا غير كانوا بدين الله للعلم العيابا. ومن كانت له الزهراء روضا فقد أجرى الينابيع العذابا. ولي قلب إذا قالوا علي كطير نام وانتبه ارتيابا. يرفرف في الضلوع بلا جناح ويلهث دون ما ساق وثابا. ويلهث دون ما ساق وثابا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.